هاي. الندم جزء من الحياة، يعني الماضي يلي ما عشناه ويلي كان رح يغير المستقبل. بميل البشر لتجميل الخيارات يلي ما أخدوها بحياتهم وجعلها خيارات مثالية، ولكن دراسة أخيرة أكدت أنه المسار يلي ما منسلكه هو أسوأ من ما منتخيل. طلب الباحثين بكلية دارتموث وجامعة نافارا من 800 مشارك بالدراسة اختيار الزوج الأكثر جاذبية من مجموعة من 9 صور لوجوه واضحة ووجه واحد غير واضح. بعد الاختيار سأل الباحثين المشاركين عن مدى ندمهم على اختيارهم، ولكن مع بعض الحيل فببعض الأحيان تم الكشف عن صورة المرشح النهائي المرفوض، بينما بقيت الصورة غير واضحة بأحيان تانية. مين قال إنه الندم كان أقل عند المشاركين لما شافوا الوجه المرفوض مقارنة بيلي ما شافوا ويضلوا يبالغوا بتقديره ويعبروا عن ندمهم كل ما مر الوقت؟ أنا قال. شوفكم بكره.